بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه ما زلنا مع بنظبط بيت الإعدادات الخاصة بالأندرويد ستوديو. هنختار مرة حاجة اسمها الـ AVD، خلاص، الأندرويد فيرتشوال ديفايس. الأندرويد فيرتشوال ديفايس مانجر مدير كده بيقدر يعمل لنا إيه؟ بيكريت فيرتشوال ديفايس، أكن جهاز وهمي، أكن في موبايل ورنيت عليه وكلام زي كده. لاحظوا أدي إيه؟ أدي الـ فيرتشوال ديفايس كونفيجريشن لازم أول نختارها. أول حاجة بنقسمهم لك كاتيجوري كده، التيفي لو انت ويجيب لك انواع التلفزيونات، لو انت عايز تبرمج حاجه التلفزيون، فونز يجيب لك انواع التليفونات لو انت عايز تبرمج حاجه التلفزيونات، ويربل اي او اس لو انت عايز تبرمج حاجه للموبايلات للساعات الى اخره. انا هختار الفونز، طلع لي مجموعه من الاجهزه المتاح ان احنا ايه نشتغل عليها. مديهاني السايز بتاعها كام انش، وهي ليها عليها بيفتح فيها البلاي ستور وبيشتغل عليها، والريزولوشن والدنست بتاعتها. طيب ادي اوبشنز كتيره، وكل دي اجهزه جاهزه. ولو مش عاجبك الجهاز احنا ممكن نعمل نيو هاردوير بروفايل ونظبط ايه ابعاده واللي احنا عايزينه، لو جهاز تاني معين في دماغنا يعني، وناخد الاوبشنز بتاعته والكلام ده كله وشكله هيبقى عامل ازاي والكلام ده كده. ده لو انت عايز تظبط جهاز. انا هختار جهاز من الاجهزه اللي موجوده دي الجميله الاول مبدئيا قبل ما نخش في التفاصيل. فاختار مثلا ايه، ممكن اختار بيكسل 3 ايه، او لا خلينا نجيب بيكسل 3 بس مثلا. جميل وبسيط طبعا، دي الدقه بتاعت العرض بتاعه. هنعرف يعني ايه الدقه بتاعت الكلام ده، لان ليها تفصيل معانا لسه قدام ان شاء الله. فانا اخترت بيكسل 3 بس اللي هي كده العاديه اللي فيها بلاي ستور والانش بتاعتها 5 وشويه. جميل، نيكست. قال لي بقى الايمج، اكنك بتعمل ايه، اكنك معاك ايمج بتاعت، عارفين لما بنعمل فيرتشوال الويندوز كده، ولا الاوبريتنج سيستم بتاعك ملف مضغوط عشان تقدر ترن منه، ونفس الكلام هتنزل نسخه الويندوز. ادي الاي بي اي بتاعتها، وادي ايه التفاصيل والتارجت بتاعتها قد ايه والكلام ده كده واساميها. في عندك كيو باي واوريو ونوجات وكلام زي كده. انا هختار مثلا حسب الجهاز بتاعي، انا مثلا باي ده اي بي اي 28 اندرويد 9 مثلا، اختار ده لان ده تليفوني كده، فانا هبقى لو حبيت ارن وبتاع الفيرجن يبقى معايا مظبوط عشان التست. انستول طبعا ريكويست كومبوننت، قال لي عشان تنزل ده محتاجين كومبوننت كذا وكذا وكذا. الانترنت لسه شغال، لسه بنداونلود بعض الحاجات وبنسيت بعض الحاجات. قال لي ده مش عارف هياخد 870 ميجا، خلاص مش مشكله سيبه الانترنت يبقى كويس، لازم يجيب لك دن وكله تمام ولا تعيد الخطوه دي تاني. قلت له فينيش كده، نزل الاوبريتنج سيستم اللي اسمه الباي ده. تمام، الباي دي خلاص كده هتنزل. طبعا ادي ايه الاوبشنز الاضافيه لو انت عايز تنزل حاجات او ايمجز اخرى او حاجات اقدم او كلام زي كده. ده ريكومندد، وده انا شايف ان هو ده افضل. فقمت قال نيكست. قال لي هتكتب الفيرتشوال ماشين اللي انت هتعملها دي، الجهاز دوت الاي في دي هتسميها ايه؟ قلت له سميها كذا. قال لي خد بالك عندك مشكله في حاجه اسمها البي تي اكس ديسيبل على البايس. طبعا مش لازم كل الناس تحصل لها المشكله دي، لو ما حصلكش مشكله ما تخشش في التفاصيل اللي انا هقولها، لكن انا عندي المشكله دي دلوقتي. بيقول لي ان انا البايس بتاعت الجهاز مش هتفتح. قلت له مش هنشوف في الستارت اب اورينتيشن، عايز الجهاز يفتح كده ولا يفتح معوج، عايز الايميليتور بتاعك يبقى الجرافيكس بتاعته، عايز يبقى في فريم للديفايس ولا لا، كان يعني الجهاز يبقى ليه كده اطار من بره. عايز تخش في تفاصيل اكتر هيفتح لك بقى الكاميرا بتاعتك مثلا على سبيل المثال، لو عايز تخش في بقيه الاوبشنز بتاعت الجهاز اللي هيبقى فيرتشوال اكن في جهاز موبايل معاكم مجرب عليه، الفرونت كاميرا بتاعته، الباك كاميرا بتاعته، نوعها ايه، تفتح الكاميرا بتاعت الجهاز نفسه ولا لا، النتورك سبيد، التاخير الليتنسي، مش عارف الايميليتور بيرفورمانس بتاعتك هتفتح ازاي، هتفتح كولد بوت ولا هتفتح ايه، الرام اللي هتسيبها للجهاز، الانترنال ستورج بتاعتك هتبقى قد ايه، والرام هتبقى قد ايه مثلا، اللي انت حسب انت عايزه الاس دي كارد لو انت عايز يبقى في كارت بيركب في الجهاز عشان تجرب حاجات وتحط حاجات داتا على الكارت او كده. فاجي مثلا على الانترنال ستورج اخليها مثلا 3 يعني حوالي 3 جيجا، الميموري بتاعتك الاس دي كارد اكن في اس دي كارد بس 512 ماشي، ممكن نزوده بعد كده على فكره ما تقلقش. انيبل الكيبورد الداخليه، ولا هتخلي الكيبورد بتاعت الكمبيوتر اللي انت شغال عليه هيبقى في ديفايس فريم، شويه اوبشنز كده تقدر تظبط بقى الاعدادات بتاعت الجهاز بتاعك. بس انا خد بالك الفي تي اكس بتاعتي او البايس بتاعتي فيها مشكله. قلت له ماشي فينش. طبعا احنا كريتناه كده مؤقتا، بس طبعا تلاحظ من فوق برضو قال الفي تي اكس ايه از ديسيبل، وادي الريزولوشن والاي بي اي والتارجت بتاعتك كام والسي بي يو بتاعتك والسايز اون ديسك قد ايه والكلام ده كله. لو حبيت تعمل لها رن ولو حبيت تعمل لها ايديت، لو عملت ايديت هرجع نفس الشاشه عشان اعدل اي اوبشنز في اي وقت، حتى لو كان بعد فتره وشغلته وعايز اغير ما عندكش مشكله ان شاء الله. طيب على العموم البايس دي طريقه ان انا اخش على ادفانسد بايس فيتشرز واخش على حاجه اسمها فيرتشواليزيشن تكنولوجي واعمل لها انيبل بعد ما راستر الايه ماستر الجهاز. دي اشهر الطريقه، او حسب طبعا نوع الجهاز والبايس بتاعتك. في طريقه ثانيه هتلاقي من ادفانسد هتلاقي انتل ار فيرتشواليزيشن تكنولوجي احولها انيبل. دول شكلين. انا هعمل ايه؟ طبعا تدوس اف 10 وتسيب وتطلع. انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا على فكره كمان شويه هعمل ايه، هوقف هفنش، لان طبعا انا مش عارف ارن ولا اعرف اعمل اي حاجه ولا اعرف ايديت. طبعا انا ممكن ادبلكيت واعمل منها نسخه ثانيه واعدل،
او امسح الداتا اللي موجوده لو كنت حطيت حاجات داتا على الماشين او غيره، ممكن اشوف الديتيلز بتاعتها، كل التفاصيل اللي انا كريتها بايه التفاصيل بتاعتها والكلام ده كله. اما لو حاولت رن مش هعرف رن. انا هعمل ايه معاكم دلوقتي؟ انا بعد اذنكم هرستر انا كمان الجهاز بتاعي، وهجيب لكم شويه برنت سكرينز وانا برستر على حسب الجهاز بتاعي ازاي اظبط البايس بتاعتي ان هي تسبورت الفيرتشوال ديفايسز دي. رسترت ورجعت بسرعه اهو. عملت ايه؟ انا جبت لكم برنت سكرينز، انا لقيت في الجهاز بتاعي ان هو موجود تحت سكيورتي، قلبت لقيتها موجوده تحت سكيورتي، تحت حاجه اسمها ايه فيرتشواليزيشن. دخلت على الفيرتشواليزيشن، طلعت تفاصيل، قال لي الانتل ار فيرتشواليزيشن تكنولوجي عملت لها انيبل، والانتل ار في تي دي فيتشر عملت لها انيبل، الاثنين عملتهم انيبل خلاص، وبلس طبعا بلس عندي على الكيبورد، واخترت ايه اف 10 عشان يسيف. طبعا على حسب الجهاز بتاعك، ساعات بتدوس اف 1 عشان يطلع لك البايس، ساعات بتدوس 2، انا دوست انتر ودوست على اف مش عارف 1 وكلام زي كده بحيث تفتح البايس وبعد كده تختار من الاختيارات. طبعا كل واحد على حسب البايس بتاعته، بس دور هتلاقي الفيرتشواليزيشن موجود كده. بقى انا رجعت للفيجوال ستوديو الاندرويد ستوديو، هاجي من تولز وافتح الايه الاندرويد فيرتشوال ديفايس، ادي الديفايس بتاعي، شال الايرور اللي كان موجود فوق، عملت اديت برده لقيت الايه اتشال. خدوا بالكم الاسم بتاعه بيكسل 3 اي بي اي 28. لو جيت عملت جربت الوقت كده، عملت لانش رن اللي جنب البتاع يقول لي تحت هو مكتوب لي ستارتنج الاي في دي، بدا يفتح لي حاجات وطلع لي جهاز اهو زي الفل جميل، والجهاز هيبدا يرن معايا، بدا يفتح الاوبريتنج سيستم. سيبه يفتح خالص براحته مهما طول معاك، اول مره مش مشكله اشتري جهاز جديد يا اخي، سيبه على التليفون هيفتح، او فتح الجهاز اهو فتح لي كل الاوبشنز بتاعته، اسحب كده على طول عادي، لقيت الايه الاوبشنز افتح كويس، شد كده تمام، ادي الاوبشنز وادي الحاجات اللي موجوده في الجهاز بتاعه والديفايس وكله تمام حلو جدا. اقدر اقفل الجهاز خلاص، والاوبشنز والسماعات والمش عارف ايه والحاجات، وتقدر تخش في التفاصيل تلاقي البطاريه والمش عارف والكاميرا والفون والبتش عارف ايه والباج ريبورت بتاعه كل حاجه كده. الفيرتشوال الابلكيشن بتاعنا موجود، تروح له اقفل الكلام ده واقفل الفيرتشوال ديفايس خلاص، مش عايزين، احنا خلاص عملنا الاعدادات بتاعتنا، تعال نرن بقى الابلكيشن بتاعنا. هاجي من فايل واعمل رن، او ادوس على الايكون بتاعه الرن، تلاحظوا ان انا برن على ايه؟ على بيكسل 3 اي بي اي 8، يعني هو دلوقتي عارف ان انا هرن على الديفايس ده، لان ممكن يكون عامل اكتر من ديفايس. انا عملت له رن، فخلاص كده المفروض الجهاز بتاعي بقى هيبدا يرن، ويرن الابلكيشن بتاعي يعمله اي بي كي ويحطه على الفيرتشوال ديفايس دي ويرن، وتبقى الدنيا كويسه. عملت رن، قال لي هالو وورلد في الشاشه الاساسيه، لان كانت الشاشه الديفولت بتاعتنا بتطلع كده. لو رجعت للاكتيفيتي مين عشان اوريك اثبت لك ان الكلام ده، ارجع للتكست بتاعنا كده، خش في الكود بتاع الاكس ام ال تقريبا، لو انت ما غيرتش حاجه زي ما انا بعمل بالظبط هتبقى واقف في نفس السطر ونفس كل حاجه، انا مش عايزك اخش في شرح تفاصيل كتير، لكن هو ده اللي هيبقى عندك يعني. هرجع كده الاقي التكست اللي كان مكتوب فيها هلو وورلد، اغير اي حاجه بس عشان اتاكد، هقول ويلكم مثلا وورلد مثلا، يعني كده غيرت حاجه. انا بس عايز اوريك ان الشكل اختلف اهو، لما بعمل رن جديد هيعمل بيلد جديده ويرمي لي. طبعا استوب الاول، طبعا لو رجعت كده دلوقتي هلاقي القديم، اقول ايه ده، ايه اللي حصل؟ اقول لك ايوه، ما هو دلوقتي انت ما عملتش ريبيلد عشان نقدر نشوف الايه الفيرجن الجديد. لما ترجع كده تخش في المنيو هلاقي ادي عندي اهو الويلكم اب اهو، افتحه الاقي ايه هلو وورلد عادي. ليه؟ لان انا لسه ما عملتش ريبيلد. اوقف وايه هستوب الاب وافتحه تاني عشان يبلد جديد ويعمل اي بي كي جديد ويحطها على الايميليتور وتشوف الايه الوضع الجديد بعد ما انت غيرت حاجه في الكود. انا غيرت بس الرساله، فعملت وفتح فرن على طول اوتوماتيك وقال لي ويلكم ايه ويلكم بورلد كده اهو. الحمد لله شغلنا كل حاجه تمام، نبدا بقى الايه نشتغل ان شاء الله على خير.